أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. علاج عناد الأبناء والأطفال. كل إنسان في هذه الحياة الدنيا يحب أن ينشأ في أسرة صحية سليمة متوازنة، ويسعى لسعادة هذه الأسرة من جميع النواحي، ولكن يوجد أسباب تؤدي إلى انهيار السعادة والمشاكل. ومن عوامل العلاج الدعاء على الأبناء بالخير مهما كان عمرهم، حتى لو كانوا متزوجين، حتى يتفقوا وينجحوا ويسعدوا في حياتهم دنيا وآخرة. عدم الضرب والسيطرة والعدل بين الأبناء، ممنوع الشجار والنزاعات أمام الأبناء. عدل شخصيتك قبل شخصية ابنك، بمعنى لا يكون الأب عنيد ويريد من ابنه عدم العناد. التعبير عن المشاعر والتواصل مع ابنك، أنصت إليه ويعبر عن أفكاره ونفسه ومشاعره، وعلمه الصح من الخطأ. عدم وصف الابن والإنسان بالعنيد، يأخذ فكرة سلبية عن نفسه. التدليل الزائد، ركز على خيره وإيجابياته، تقول له مثلا ذكي، ممتاز، رائع، شاطر، وسيم. استخدم مبدأ التخيير، تقول له تلبس قميص أزرق لما أبيض، تأكل بيض لما جبنة، حتى يشعر بالهدوء واللين ويصبح مرن. استخدم أسلوب الثواب، أعطيه هدية خاصة إذا نجح، وامدحه وقول له كلام جميل مثل رائع، ممتاز، وكافئه على عمل أو قول، خروج، ترزه، مال، هدية أو أي حلوى يحبها. العقاب مدح ومحبة، تقول ما توقعت ابني حبيبي الفهمان الذكي يعمل هذا الفعل، ما توقعت أبدا. استخدم أسلوب اللعب مع أبنائك، لأن اللعب ينمي الذكاء ونشط الذاكرة والعقل، ويساعد على نمو الجسم. واللعب عامل رئيسي في حفظ نفسية الأبناء من الحزن والاكتئاب، وهو فطرة خلقه الله في الإنسان، يساعد على الفرح والسعادة وعدم الإصابة بالأمراض الخطيرة، ويلعب مثل فك وتركيب مكعبات تقوي العقل والذاكرة، أو أي رياضة تحبوها. تكلم عن قصص الطاعة وبر الوالدين، وجزاؤه الجنة ورضا الله والتوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة. كافه على سلوك جيد مثل عمله، مثل أطفأ المصباح أو تلفزيون، رمى المنديل في السلة، جلب كوب ماء، رتب غرفتك، علق ملابسك، ضع الحقيبة في مكانها. إشباع أبناء بالمحبة والحنان، هدية حب، تعطي له هدية بمحبة، لمسة حب، تضع يدك على رأسه أو في يده، نظرة حب، تنظر إليه بابتسام، لقمة حب، تشتري له طعام يحبه، حضن حب، تحضنه بين فترة وأخرى. والمحبة ترفع هرمونات السعادة وتحسن مستوى التفكير الإيجابي، وتدفع إلى العطاء وبر الوالدين. والمحبة تأسر قلوب أبنائك، والحب هو أفضل وأحسن دواء للأبناء، وأحسن وأفضل دواء لحل المشاكل. أعطيه فرصة يحل مشاكله. تخصيص وقت للأبناء، جلوس مع الوالدين، تلعبوا مع بعض، وتقول له ماذا حصل في يومه في المدرسة أو البيت أو العمل. تجمع الأبناء وأطفال مع أبناء وأطفال آخرين حتى يفرح ويستأنس ويتسلى. وخروج فسحة وفي العطلة الإجازة ولو مرة في الأسبوع.